مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيكة جوز الهند. عنا كوبين طحين نخلتهم، كوب حليب، نص كوب زيت نباتي، نص كوب سكر، فانيلا، ملعقتين صغار بيكنج باودر، برش حامضة، ملعقتين طعام نشا نخلتهم كمان، واربع معالق طعام جوز الهند، واربع بيضات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بنحط البيض وبنحط السكر، كمان الفانيلا، وبرش الحامض. نخفقهم مع بعض على سرعة عالية. بصر الخليط بهيدا الشكل مثل الكريمة. هلأ منضيف الزيت النباتي. بسم الله. كمان ضيف الحليب، ارجع بفتح. هلا بضيف نشا، جوز الهند، بيكنج باودر، وبضيف شوي شوي طحين انا وعم بخفق على سرعه خفيفه. انتهينا من الخفق. عندي قالب دهنته بالزبدة بهيدا الشكل مثل ما شايفين. هلأ بحط العجينة بقلب القالب. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180. هلأ بدخل الكيك على الفرن. هذا الكيك أخذ بالفرن حوالي 40 دقيقة. منشيله من القالب. هيدا الشكل النهائي. عندي مربى ملعقتين طعام، وعندي برش جوز الهند. بدهن مربى بهيدا الشكل. اكيد بعد ما خلص طبخ الكيك حطيته على جنب لبرد ورجعت شلته من القالب. انا دهنت مربى الفريز. هلا برش جوز الهند، واكيد انتو حسب الرغبه بتحطوا المربى اللي بترغبوا فيها. لنشوف مع بعض كيف طلع الكيك من الداخل. بسم الله. واو، هيدا الشكل النهائي. هذا كيك جوز الهند اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.